الانتظار في الظلام لوحدي مع هدير الأمواج لحظات لها متعة خاصة مثل متعة نوع التصوير اللي بصوره بعد قليل. وقدامي نهار طويل في خطته أنماط كثيرة. اليوم عندي مهام كثيرة، وأهم مهمة أني أقبض على لحظة شروق الشمس بأفضل صورة ممكنة. أنا في ساحل من السواحل المميزة في عدن اللي تطل على شرق مدينة عدن، على خلاف باقي السواحل اللي تطل على غروب المدينة. اخترت هذا المكان بعد معاينة سابقة للموقع اللي بأوقف عليه، وبعد تقدير نقطة محددة من خط الأفق بتخرج منها الشمس في هذا المكان الخلاب اللي اسمه شاطئ أبو دست. قلة من الشواطئ اللي تشرق فيها الشمس مثل ساحل أبيض اللي فيه الرمل والبحر فقط، وشواطئ صيرة العجيبة اللي اليوم تشوفوا فيها جماليات بتعرفوا منها سبب اختياري لهذا المكان. أهم فكرة في تصوير الطبيعة هو التخطيط والاستعداد، مش بس إنك تعرف من تطرح كاميرتك أو ترايبودك. أهم حاجة تدرس المكان صح وتسأل نفسك هل هذه أول زيارة لك للمكان أو أنت عارف المكان من قبل. بعدها كده التوقيت، اختيارك للتوقيت مهم جدا، خصوصا إنك تعطي نفسك وقت ما قبل شروق الشمس على الأقل بنص ساعة عشان يكون لك فرصة أفضل في التقاط الكادر. للأسف أصبح التركيز الأكثر على توفير المعدات والملحقات، بينما لو ركزنا على مضمون الصورة وكيفية التعامل التقني المناسب مع كل محور بالإمكانيات المتاحة بنحصل على صور أكثر تميزاً وجمالاً. وأخيراً أجت لحظات بداية الشروق. هنا الآن ممكن أن احنا نشوف الألوان بشكل أفضل، ممكن تشوف لون البحر بلونه الحقيقي، تبدأ تشوف زرقة السماء الحقيقية، وحتى الألوان واللمعة اللي تجيلك في الصخور تكون شكلها أفضل وأفضل. الآن معانا نافذة بسيطة نستغلها علشان نلتقط الصورة اللي جينا علشانها اليوم. هذا المكان حاولت أترجم بصرياً تفاعل عناصر الطبيعة مع بعضها البعض. كلما اقترب المصور من جموح الطبيعة كانت الصورة أقرب لإحساس المشاهد.